مشروع لنقل النفايات المنزلية وما شابهها عبر السكك الحديدية. إن هذا الإجراء المستعجل سيتطلب تمديد خط السكك الحديدية أو خط السكة الحديدية بمقدار 5 كيلومتر وإنشاء 3 إلى 4 مراكز نقل بطاقة إجمالية تقدر ب 2320 طن في اليوم بتكلفة استثمارية تقدر ب 2.5 مليار دينار. C'est un projet qui va ramener beaucoup de solutions et qu'on pourra inchallah régler le problème de ces déchets qui sont un peu partout. Et effectivement, si on arrivera à le réaliser et à régler les problèmes au niveau d'Alger, du Grand Alger, je dis bien du Grand Alger, inchallah, ce sera tajriba, on tabqouha بالنسبة لجميع ولايات الوطن. تأتي هذه المبادرة من طرف السيدة الوزيرة ومن طرف إطارات القطاع من أجل التكفل بنقل هذه النفايات باستغلال وسيلة النقل اللي هي السكة الحديدية، ونحن كنا فرحين بهذه المبادرة وطلبنا من السيد المدير العام للشركة الوطنية للسكة الحديدية اللي هو اليوم راح حاضر معنا هو والإطارات نتاعو وحتى الإطارات المركزية المكلفة بهذا الملف على مستوى الوزارة وحتى السيد المدير الولائي للنقل لكي يكونوا في خدمة هذه الفكرة.